يسعد لي مساء كل من يتابعنا الآن في هذه اللحظات عبر قناة الاي تي في وفي حلقة استثنائية من عسيف. هذه الحلقة سنتكلم عن الكارثة الطبيعية والإنسانية التي حدثت في تركيا وسوريا إزاء الزلزال الذي وقع خلال الأيام السابقة، يمكن أدى إلى وفاة ومقتل أكثر من 11,000 قتيل في هذه الأنقاض من تحت البيوت التي تساوت مع الأرض. وهناك يمكن ما بين 300,000 مصاب وجريح غير المفقودين الذين الآن يعني تتم عمليات التنقيب والاستكشاف والبحث عن 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 يعني شخصياتهم، سواء كانوا من المقتولين عسى الله يرحمهم أو يلحقون عليهم في يمكن اللحظات الأخيرة من حياتهم. وقع زلزال يوم الأثنين واليوم يوم الأربعاء، هذا هو اليوم الثالث تقريبا على التوالي. هناك فرق كثيرة تقوم بالبحث والتحري عن هذه الأشخاص الذين يمكن دفنوا تحت التراب والأنقاض وهذه المباني التي هدمت عليهم. للأمانة هذه الكارثة كارثة إنسانية، الكل يتأثر فيها سواء مسلم أو عربي أو إنسان في أي منطقة في العالم. يمكن الحروب لا تأخذ هذه الأرواح بهذه السهولة، هناك 11,000 وقد تكون هناك أعداد أكثر من هذا الرقم، لكن بانتظار الأرقام النهائية نعزي أهالي المفقودين والمقتولين والأموات في هذا الزلزال. هي كارثة طبيعية لا شك من ذلك، لكن أكيد لله في شأنه، أكيد هناك يعني لله في حكمه شؤون، لا اعتراض على حكم رب العالمين، لكن هناك التعاطف ما زال مستمر، هناك اللجان الخيرية، هناك من يحاول أن ينقذ ما يستطيع إنقاذه في ظل هذه الكارثة. اليوم ستكون هذه الحلقة استثنائية، سنتباحث ونتحاور مع مجموعة من الكويتيين اللي كانوا موجودين في تركيا إزاء هذا الزلزال وفي وقت حدث الزلزال، ومنهم من تعرض إلى بعض الهزات في ذاك اليوم. راح نتكلم ونتبادل الحديث ونستعلم منهم أكثر عن الواقعة كما كانت هناك ونقلها لكم عبر قناة الاي تي في وفي حلقة استثنائية من عسيف. لا تبعدون، خلكم معنا، ضيوفنا بعد شوي بيكونون بالاستديو معنا بإذن الله. اختلطت الدماء بالوجوه وانسكبت الدموع على الوجنات والخدود، وشاحت العيون تبحث عن عزيز. مشاهد موت مرعبة وأجساد منها تساوت مع الأرض، وأخرى ظلت تأن حتى اختفى الصوت وسكت. زلزال القرن، الزلزال الخدعة، مشاهد الموت وعجز الإنسان، وصباح لم يكن بصباح. فاجعة ألمت بالشعبين الشقيقين التركي والسوري بزلزال اقتنص أرواح عشرات الآلاف، عويل الأمهات وصرخات الآباء وأرواح غالية ذهبت. إنه القدر، اللهم لا اعتراض.
فعلا مأساة ومصاب جلل أصاب أخواننا في سوريا وتركيا إثر هذا الزلزال من الكارثة الطبيعية والكوارث الطبيعية يمكن كثيرة في الحياة. نحمد الله على نعمة الأمن والأمان ونسأل الله العفو لكل يعني المسلمين، وإن شاء الله صلى يغفر لهم الأموات وينجي من يعني تحت هذا الزلزال وتحت هذه الأنقاض بإذن الله خلال الساعات القادمة، وعسى الله يشافي جميع الجرحى والمصابين إثر هذا الزلزال. نرحب بضيوفنا المتواجدين معنا في الاستديو، الدكتور نبيل عون حمد العون رئيس مجلس إدارة في جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. نرحب فيك دكتور ويعطيك العافية على وجودك اليوم معنا. وأيضا الأستاذ ضاري حمد البعيجان مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. نقول لكم الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. وصولكم الكويت، أنتم كنتوا في يمكن موقع الحدث وعصرتوا هذا الزلزال، ودنا اليوم نتعرف من خلالكم على ما حدث هناك في تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب فيك أخوي طالب وعلى طاقم البرنامج وعلى أخواني وخواتي المشاهدين. بفضل الله تعالى توجهنا إلى تركيا تحديدا إلى أنطاكيا. القافلة اللي كانوا مشاركين ويانا. صحيح. سألت عن صافرة الإنذار. أمانة الوضع ما كان يحتاج أي صافرة إنذار ولا أي تنبيه، لأن أمانة كان هناك نداءات تسمعها وصراخ يعني ما لا نهاية، بالإضافة إلى الصوت العظيم اللي حدث أثناء الهزة الأرضية، يعني كأنها صاعقة ضربت المبنى. نعم.
مثل ما تفضل الدكتور يعني أغلب ملحقات الغرفة كلها تكسرت، سواء التلفزيون، الطاولات، سقطت الليتات. الدكتور عبد الله المعتوق أنا دخلت غرفة الديكور كله نازل كان، يعني بالإضافة إلى الأضرار اللي حدثت بالممرات وبالطريق وكذا. فالموضوع أمانة يعني ما كان الواحد ممكن يتصوره، ولا حتى يعني ما نقدر حتى نقول عنه كابوس الحقيقة، يعني شيء جدا عظيم. صحيح، ما توقع أنه بيوم من الأيام يحدث مثل هذا الأمر، لكن الحمد لله اللي الله سلمنا. الحمد لله أن كانت هناك حملة مثل حملة الشاحنات اللي تقوم فيها جمعية السلام العمان سانية والخيرية سنويا، ترسل إلى الداخل السوري. سبحان صحيح. الله توقيتها كان مناسب جدا أثناء تواجدنا لسبب بسيط. احنا يمكن ككويتيين على الفندق اللي كنا موجودين فيه والراحة اللي كنا موجودين فيها، إلا أن تخيل أول 12 ساعة ما قدرنا نوفر حق نفسنا خبزة. عجيب، فما بالك في الأوضاع الخارجية، بالإضافة إلى درجة الحرارة أنا أذكرها تماما، كانت واحد. أي ما شاء الله، كانت واحد، كان برد قارس وبنفس الوقت كان ينزل مطر. أيه. حتى لدرجة أن يوم نزلنا إلى نقطة التجمع خارج الفندق، الناس بدأت تراجع نفسها وبدأت تستوعب شوي شوي. يعني أول ما طلعنا يمكن قعدنا أول نص ساعة، زين في هزة تروح وترد، طيب إحنا قاعدين بالبرد، أغلب الناس ما هي لابسة اللبس اللي دفيها. بس مو شاعرين بالبرد، مو شاعرين بالبرد، الأجواء يعني أجواء الزلزال. نعم بالضبط. ثانيا مطر، اكتشفنا ان احنا كلنا مبللين ماء، زين على الاقل خلاص خلينا نروح مكان في مظله ولا في مكان. وقت الزلزال المطر شغال، وقت الزلزال المطر شغال. ايه سبحان الله. اي والله، فامر جدا عظيم الحقيقه. لكن ما ودنا احنا جايين نتكلم عن العاطفه، ولا جايين نحرك المشاعر، ولا نقول عن المشاهد اللي موجوده اللي العالم كله اليوم شافها. صحيح، شوف لكن تبي تقول اثر فينا، تبي تقول احنا عاملين بالعمل الخيري، لنا صولات وجولات وزيارات من الروهنجا، من باقي الدول اللي اشتغلنا فيها في مختلف الدول. صحيح، تأثرتوا؟ نعم، انا بالنسبة لي تأثرت لدرجة اني ما لمست مثل هالشعور هذا في اي رحلة خيرية. شنو كان الشعور؟ شوف اخوي دكتور طالب، مجرد ما انك انت تطلع من الفندق، طبعا احنا ما طلعنا من الفندق الا بعد يمكن تقريبا ثمان ساعات تقريبا من الهزه، كانت الناس توافد علينا يبون الجرحى الى اللوبي. كانوا في ناس لان الفندق هذا ما طاح، لان هذا الفندق ما طاح. احنا ما ندري شنو اللي فيه برا. سبحان الله، يوم طلعنا مثل ما تفضل الدكتور نبيل، ال- 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 الارض تشوفها من دك دك. سبحان الله، ما تكاد تشوف مباني عاليه، يعني لا حول، على الرغم ان انت قاعد في سكنه وفي الفندق. فتخيل شنو شعورك لما تشوف كل جيرانك يعني عماراتهم طايحه بالقاع. بالاضافه الى صرخات الاستنجاد اللي تسمعها من بعض الاسر اللي ينادون اسرهم ولا ينادون اهاليهم. الناس، نرجع مره ثانيه على سالفه البرد، يعني صح امر عظيم الزلزال وكذا، بس الناس قاعده بالبرد تموت من البرد، يعني بدون مبالغه اقول لك الناس يعني شبه حفات عرات، يعني الساعة 4:30 حتى مو حزة صلاة، صلاة الساعة 6:10. فلذلك الكل كان نايم، كل كان في بيته، لكن مجرد انك ما تشوف هالمشاهد هذه بالخارج وامام عينك، تشوف القار، عمرك شفت قار مكسر؟ كلنا شفنا قار مكسر في كل الدول، لكن القار مشقوق شق مفتوح كذي بهالشكل هذا. الزلزال كان قوي يعني وقتها. ودي اوجه اليوم نفس السؤال تقريبا دكتور، يوم طلعتوا، وانا قاعد اتخيل الصوره الان، ان مباني حواليكم كلها مهدومه، كانه هو قصف، يعني كانه هو خلينا نقول انفجار مهول يعني حدث، وانتم تدرون ان زلزال بوقتها. نعم، من الهزه درتوا ان زلزال، ولا يعني شكيتوا ان في شيء ضربه؟ لا لا دكتور، واضح ان زلزال، لان هزات صغيره قويه، واحنا قاعدين باللوبي هزه على طول. الشيء يعني يمكن راح تستغربونه، احنا في خارج الفندق والمطر علينا ينزل، واحنا اللي مصوب واللي تعبان واللي ملابس، اول شيء فكرنا فيه، شوف اول شيء فكرنا فيه شلون نقدم اغاثه. اي اعلنت تحت المطر
وهذا سناب أخونا الفاضل أسامة القصار وأخونا الفاضل مشعل هايف، أعلنت بأننا راح مباشرة نبدأ بحملات إغاثية حق تركيا وحق سوريا، وإحنا في حالة مأساوية، وتواصلنا مباشرة مع وزارة الخارجية الله يجزاهم خير، وتكلمنا مع معالي وزير الخارجية جزاه الله خير، وبتوجيه توجيهات سامية من سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين دزلنا طيارة إجلاء مباشرة، ولما يعني رتبنا وأخذنا إحصائية الكويتيين الموجودين وقدمنا لهم إحصائية قالوا لنا توجهوا إلى مطار هاتاي اللي هو نص ساعة تقريبا عشان الطيارة بتي بعد 3 ساعات. لما خرجنا بعد هذا الساعة 11 الصبح تقريبا تفاجأنا بالشوارع المشققة، تفاجأنا بالبنايات المهدومة. كان معي الدكتور عبد الله المعتوق، معالي الدكتور عبد الله المعتوق والسيدة الفاضلة غادة المسلم. والله دكتور سمعنا أم تنادي عيالها تحت الأنقاض، عجيب، تناديهم وعيالها يردون عليها هم تحت الأنقاض ولا حد يمها. ليش؟ لأن الكل عنده مصاب، صحيح، الكل يعني عنده مشكلة، يعني شيء لو بعدين الضرر دكتور كبير، يعني حتى لو فرق انقاذ بتي بتوصل ما راح تلحق على كل هذه الاعداد. يعني اكاد اقول لك دكتور ان الى هذه اللحظه واحنا قاعد نتكلم في هذا الاستديو الى الان وناس كثير بالالاف تحت الانقاض. لا حول لا حول، والله يعني اعتبر هذا زلزال، يعني ها يعني العمر، يعني شيء مهول. صحيح دكتور، انت ذكرت الان ان انت بديت يعني مثل ما يقولون نداء استغاثه، نعم، وبدات اتصالات ما بينكم بين وزاره الخارجيه. نعم. الان في هناك من يقول ان ليش رجعتوا، يعني كان تحولتوا الى منطقه، نعم، امنه، نعم، على اساس ان ديرون عمليه مثل هذه الامور، نعم، الاغاثيه. طبعا دكتور دائما اداره الازمات لها شروط، صحيح، إذا تبي تنجح في الإدارة يجب أن تكون عندك يعني أشياء محددة، صحيح، الاتصالات تكون موجودة، ما في اتصال، أن يكون عندك يعني على الأقل سبل التواصل مع الجمعيات على أساس تتحرك، ما تقدر، صحيح، ما في مواصلات، ما في أصلا خبزة، ما في، يعني أنت بدال لا أنت تقدم لهم إغاثة بتصير أنت عليهم عالة، صحيح، يعني هم يبون يبتلشون فيك، صحيح. فمباشرة تواصلنا مع وزارة الخارجية نزلنا طيارة، ومن المطار بدأنا في خططنا، والحمد لله أبشرك أول جمعية بالعالم، مش بالعالم، بدأنا في تنفيذ الإغاثة بنفس يوم الزلزال. جمعياتنا أنا خصصت $500,000 مباشرة وقلت لهم خلنا نبدأ في سوريا وفي تركيا. نعم، ويمكن عندنا صور كثيرة شلون قاعدين نطلع يعني الأطفال والناس من داخل من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى توفير. طبعا احنا اشتغلنا في 3 خطوط رئيسية. الخط الأول وهو بفضل الله تعالى تشكيل فرق إنقاذ لإخراج اللي تحت الأنقاض، والحمد لله شكلنا ما يقارب 25 فرقة، منها تقريبا 22 في داخل سوريا و3 في تركيا، لان تركيا يعني الحمد لله عندهم شويه على الاقل امكانيات، اما بسوريا ما في امكانيات. وبدانا في يعني اعطيناهم دعم تمويل الفرق هذه وفرق تركيه في لا سوريا وتركيا، في سوريا سوريه وفي تركيا. اقصد انتم دعمتوا هذه الفرق اللي هم من اهل المكان يعني، واستاجرنا بعض المعدات مثل تشيل هذه كلها استئجار، لان ماكو وقت انت تشتري، لان هذا الخط الأول. الخط الثاني دكتور وهو توفير الوجبات الساخنة والسلات الغذائية والبطانيات والملابس وجميع المستلزمات اللي يحتاجها كل واحد يعني عنده مصيبة. الخط الثالث وهو توفير وتجهيز الخيام والملاجئ المتنقلة، وأبشرك احنا حاليا قاعد نجهز 3 مخيمات، جميل، مخيمين في داخل سوريا ومخيم في تركيا. هذا كله خلال 3 أيام، خلال اليوم الثاني مباشرة، جميل، يعني أمس، يعني أول أمس وأمس بدأنا الانطلاقة تحديدا. أذكرها دكتور نبيل، نعم، كنا قاعدين باللوبي الساعة 7:30، نعم، الصبح، ما شاء الله، أو 7:30 الصبح، الزلزال ضرب الساعة 4:30، إحنا الساعة 7:30 أعطى الأوامر الدكتور نبيل في تنفيذ أول، جميل، قرار أذكره دكتور اللي هو تخصيص جزء من الشاحنات اللي المفروض توزع على اللي بالمخيمات، صحيح، أجلناه وقلنا لا هذه توزع حق متضررين الزلزال. هذا فعلا دوركم وبعدين خبرتكم يعني في إدارة مثل هذه الأزمات،
سرعة البديهة اللي موجودة لديكم دكتور أكيد ساعدتكم في هذا الموضوع، والدعم اللي من الكويت هنا أيضا دعم سريع صراحة يشكرون عليه الأخوان الكويتيين اللي موجودين في المنطقة. يمكن أنتم منطقتكم هي منطقة خطيرة كانت، في كويتيين حوالينكم؟ نعم، أول شيء إحنا الوفد أو خطة الإجلاء اللي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية مشكورة كانت تستهدف مو وفد جمعية السلام العمان الثانية والخيرية فقط، كانت تستهدف كل الكويتيين. فلذلك حتى سعادة السفير عندما وصل نوجه له تحية لأخواء العنزي، وصل ووقف الطيارة وقال لين نجمع كل الكويتيين، حتى لو أنتوا تعرفونهم في ناس يمكن ما تعرفونهم يطلعون موجودين وإحنا ما ندري عنهم ليه ما تواصلوا ويانا. صحيح. فلذلك إحنا قعدنا نطرنا في الطيارة إلى أن يعني قالوا خلاص لازم نطير الطيارة وإلا راح يسكر المطار. وفعلا بعد بالمناسبة هذه بعد ما أقلعنا بساعة اللي متابع الأخبار صحيح في أضنة تسكر المطار وضربهم زلزال. فالحمد لله اللي الله سلمنا وطرنا بالطيارة. يعني أفهم من كلامك أخوي ضاري أنه اللي في المنطقة هذه المنطقة الخطرة كل الكويتيين، نعم، يعني مو بس أنتوا كفريق، لا 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 ما في شك إن كل الكويتيين تم إجلائهم، ما تم إجلائهم الكل بل إن في من اللي قدروا عليه في هذه الطيارة اللي أنتوا رديتوا فيها هذه الطيارة. نعم إحنا في ثلاثة بالمناسبة مسافرين ويانا وجايين ويانا، أي منهم أخونا السيد الفاضل عضو مجلس الإدارة عبد الله الشاجي نوجه له تحية، وكذلك أخونا الفاضل عبد الوهاب الصانع، وكذلك أخونا الفاضل سعيد الميع نوجه لهم تحية، كلهم الآن موجودين للحين في تركيا وإلى هاللحظة هذه ما قدروا أنهم يردون. تخيل دكتور طالب شنو السبب الرئيسي اللي ما خلاهم يرجعون ويانا بنفس الطائرة مع أن احنا كنا بنفس الفندق وبنفس هذا. صحيح. تخيل عشان بس الناس تستوعب ويانا حجم الكارثة اللي احنا كنا فيه والأوضاع وحجم الضرر، ما في مكان يركبون ويانا بالسيارة عشان ننتقل للمطار. تخيل أوضاع صعبة، الأوضاع صعبة، كل السيارات اللي كانت موجودة. أول شيء إحنا واحدة من الباصات اللي عندنا سقطت عليه واحدة من العمارات اللي جنبنا كان صافطين منه، عجيب سبحان الله، فانتلف بالكامل يعني الله سلم الحمد لله ما في أحد، وكل الناس مشغولة بنفسها، واللي عنده سيارة قلت لك من البرد والمطر صحيح قاعد فيها صحيح 8 ساعات وإحنا ناطرينهم في المطار بس يبون سيارة توصلهم للمطار ولا أحد رضى يوصلهم. عجيب الناس لاهية يعني في هذا الناس الكارثة. كل من شغل في عندي فيديو إذا الأمر ما أدري بالضبط إذا الأخ الله يحفظه اللي تكلم تواصل مع الخارجية أو كذا ما أعرف، لكن صراحة الله يجزاهم خير وزارة الخارجية كانوا متعاونين معنا إلى درجة أنهم أرسلوا السفير من الكويت إلى تركيا، كان إجازة خاصة، كان إجازة خاصة الكويت كان موجود يمع الطيارة، معالي وزير الخارجية قال الحين فيكم الطيارة
بتوجيهات سامية من سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين. يعني شو أكثر من كذي؟ عشان نوضح، إحنا اليوم يعني نبي نشيل اللقط اللي موجود في الساحة. كل ما قالها قال بس شالوا فريق اللي هو الهيئة السلام. نعم. هذا الفريق بس. نعم. اللي تم إجلائه. أنا كلمني شخصياً معالي الوزير الإسكان وعمار العجمي وقال لي دكتور أي واحد تشوفونه تعرفون عنه مباشرة تواصلوا معه وخلوا يجي معكم بالطيارة. إذا كان الهدف هو إجلاء المجموعة من الكويتية اللي موجودة في هذه المنطقة الخطرة. أي مجموعة؟ بغض النظر عن المجموعة بفريقكم أو غير فريقكم. لا بعد. كانوا يعني كانوا يعني أخ قطري وكانوا يعني أخ ما نعرفه. التقينا فيه بالطيارة يعني ما مو يعني. زين أنتوا الفريق اللي رد كم واحد؟ تقريبا 13 واحد. وكم واحد وياكم غير الفريق بالطيارة؟ اثنين قطري واحد. زين وما دريتوا ان في كويتيين حواليكم كان خذيتوهم معكم؟ انا لقيت لقيت اسره كويتيه. اي وكلمتهم قلت لهم يا جماعه حياكم معنا، ترى احنا راح نرجع بعد 3 ساعات واحنا نساعدكم كل شيء. قالوا احنا مسوين عمليه وخطر علينا ان نرجع بالفعل. اي نعم. وما قدروا بعد تحسفوا لان صارت زلزال ثاني وهزات. ثم عاد كلمت انا امين السر السيد الفاضل عبد الله الشاجي وتواصل معاهم وان شاء الله بيرجعون مباشر ان شاء الله باذن الله. جميل. الان المناطق الثانيه البعيده عن هذا الخط، خط نعم. الزلزال، بخبرتكم بتركيا ويمكن نعم. سفراتكم، هل هم بامان الان؟ لا حاليا انا اليوم يعني اتصال من شان لأوروبا وطلبوا مني. طبعا هناك اغلب المباني سووا عليها تسكيره الحكومه وطلعوا الناس من المباني الى المساجد واماكن الايواء لانها كلها آيله للسقوط والى الان الزلزال فيه له تبعات فخاصه في شان لأوروبا. يعني نقدر نقول ان الان رساله الى وزاره الخارجيه بالاسراع باجلاء الكويتيين الموجودين هناك باسرع وقت. نعم. على الاقل لتفادي اذا كانت هناك مخاطر قادمة. بغيت تقول شيء أخوي باري؟ أنا أحب يعني أكد يعني أنا الأخ الكريم عسى الله يحفظه ويرده بالسلامة، ما أدري وين المكان اللي هو كان موجود فيه ولاني محامي دفاع عن الأخوة في وزارة الخارجية، لكن أحب أكد أنه مع يعني سعادة سفير دولة الكويت في تركيا على حد علمي أنه كان في إجازة خاصة وكان موجود في الكويت. أين؟ قطع إجازته وركب في الطيارة اللي أجلت الوفد الكويتي اللي إحنا من ضمنهم. وأكد أن الطائرة ما كانت فقط لوفد أعضاء جمعية السلام عمان ثانية الخيرية بل أنه فعلا في غيرنا ركب معانا بالإضافة إلى النطرة اللي نطرناها بالمطار. سعد سفير قال ما تطلع الطيارة إلا لما يوصل الحد النهائي ونتأكد أنه ما في أحد قريب ممكن هذا، لأن تدري بالنهاية هي طائرة يعني صحيح. مو سيارة ولا صحيح. مكان قريب وهذه خطة إجلاء. فيعني مع احترامي وتقديري لكل الاعضاء اللي موجودين اللي انا من ضمنهم، يعني في ناس غيرنا ممكن تكون هم متضرره، فيعني شو اللي فينا احنا زود على اساس ان احنا نركب صحيح. الطائره ونرجع. وانتم يمكن ايضا جزء من مجموعتكم موجوده الان موجوده في تركيا. إيه كان من على الاقل كان ما طارت الطياره لما ترجع لما يرجعون. جميل. الان القادم شو اللي راح يصير من مساعدات من عملية استراتيجية الآن لتفادي مثل هذه الأمور؟ طبعا احنا دكتور دائما في العمل الخيري والإنساني ما تتخذ قرار واحد وتمشي عليه. صحيح. تشوف الأزمة وتشوف شنو المستجدات في الأزمة ثم تبني عليها قرارات جديدة. صحيح. انا اليوم اتخذ قرارين. اليوم القرار الأول ببناء المخيمات خاصة في سوريا تحديدا، وفي تركيا المساعدة في خطة الإجلاء اللي تحت الأنقاض وشكلنا فرق. بناء المخيمات ما كانت موجودة بالحسبة، فقط كانت موجودة أن نجهز مخيمات. أي. الآن لا، نبني مخيمات لأن الوضع كبير جدا. صحيح. أغلب الناس يعني شان لأوروبا يمكن بس للعلم منطقة شان لأوروبا فيها أكثر من 2 مليون سوري، ويعني حاليا والله أعداد كبيرة يعني كبيرة بالضبط يعني. نعم. يعطيكم العافية أن تقدرون توفرون لهذه الأعداد يعني. نعم. مساكن ومأوى آمن لهم. نعم طبعا شان لأوروبا الحين حاليا قاعدين نجهز مخيمات لهم. أيوة. لأن حاليا أغلبهم بالمساجد وفي مراكز الإيواء، وعندي صور تثبت أن لازقين ببعض مساكين تعبانين. أيوة. ولا يقدرون يأجرون شقق لأن كلها عليها بلوك العمارات لأن صحيح. فيها متهردقة. فهذا موضوع. أما ما يخص قازي عنتاب الوضع أسوأ. أنطاليا أنطاكيا يعني صراحة يعني هذا اللي شفته بعيني أنا،
يعني حتى العمارة اللي مطايحة خلاص خالصة يعني صحيح. مفترة يعني أو كذا. فأذكر أنا يوم رحنا المطار الساعة 5 تحديدا صارت هزة ثانية سقطت تقريبا 35 عمارة. لا حول. مع أن الهزة أقل من الصبح لكن تعرف الصبح يمكن الظاهر خلت صحيح كانت يمكن على طريف بالضبط. وإحنا بالمطار أقول حق ضاري وأقول حق أخوي أسامة القصر أقول يعني هزة يعني 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 حقيقة يعني شيء مهول بالفعل. أنا أقول لك دكتور يعني أنا أعتقد والله أعلم أن القتلة عشرات الآلاف ليس 4000 5000 عشرات الآلاف والجرحى كذلك عشرات الآلاف. إحنا يمكن ذكرنا 11000 دكتور قتلة والجرحى 300000 تقريبا. والله كل يوم إحصائية كل يوم إحصائية تجدد يعني صحيح. لكن في شيء دكتور في شيء يمكن ما حد مستوعبه إلى الآن وأنا متأكد من الكلمة اللي أقولها يا أخوان تحت الأنقاض آلاف مؤلفة إلى الآن موجودين صحيح. بعضهم دز بالتليفونه وشفنا بعيننا سبحان الله. فيعني من كذي أنا يعني أعطيت الأوامر حق جمعياتنا إن يشكلون أكبر قدر ممكن من الفرق لاستخراج وأجرت معدات اللي هي تشيل وتحط. أنا أعتقد هذه حاليا من يعني الأولويات المهمة إن نشتغل عليها بالإضافة إلى نطلع الخيام. للأمانة مأساة كبيرة صراحة كثر ما تبي تتصورها وتتخيلها ما راح تقدر توصل إلى يعني وتستوعبها من خلال حديثكم ومن خلال بعض الفيديوهات والصور قاعد نشوف إنه فعلا شيء كارثي. يعني سبحان الله في النهاية هو يعني قدر من رب العالمين وهذا زلزال من الكوارث الطبيعية. كل شكر لكم اليوم على تواجدكم دكتور نبيل حمد العون رئيس مجلس الإدارة في جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وأيضا أستاذ ضاري حمد البعيجان مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. عسى الله يواليكم الصحة والعافية. عملكم ما زال مستمر مجموعتكم الموجودة متبقية هناك أكيد في بينكم وبينهم تواصل. نتمنى لكم التوفيق وعسى الله يرحم الموتى ويعني يشافي الجرحى بأسرع وقت ونشوف هذين المفقودين يمكن بالآلاف مثل ما قلت خلال الساعات القادمة إن شاء الله في هناك أخبار تكون يعني إيجابية بحيث إيجاد على الأقل مجموعة من اللي تحت الأنقاض. كل الشكر لكم. شكرا لكم. أنا بس عندي ختام إن أول شيء جزاكم الله خير على الإضافة وأدعو أخواني أهل الكويت والمقيمين إن إحنا قاعد نقيم مخيمات في سوريا تحديدا وكذلك في تركيا ونبي الدعم حق هذه المخيمات بالإضافة إلى دعم الأنقاض واللي يحب يتواصل معنا اللي يحب يساهم معنا عندنا خطنا الساخن اللي هو 1-8-5-8-5-5-5 وجزاكم الله خير على الاستضافة. الله يسلمك وإن شاء الله أكيد كل من يتبرع في ميزان أعماله وهذه الوقفة وقفة إنسانية بحتة كما يقولون يستحقها من في تركيا وسوريا خلال هذا الزلزال. كل شكر لكم. سأل الله حفظكم إن شاء الله ونلتقي فيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا لكم. إذا متواصلين معكم في هذه الحلقة الاستثنائية عن الكارثة الطبيعية الإنسانية التي حدثت في سوريا وتركيا خلكم معنا لا تبعدوا. صرخات الأطفال من تحت الأنقاض سنظل نسمعها مع مرور الأيام ولن يمحوها الزمن. عندما يبكي الرجال فاعلم أن الهموم فاقت قمم الجبال. وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بألم وحزن كبيرين مع صورة تبين أب سوري يحتضن ابنه تحت الركام وقد فارق الحياة. وتداول البعض فيديو لرجل يحمل بين ذراعيه طفلا رضيعا حديث الولادة وبعد ساعات قليلة توفت والدته بعد ولادته في سوريا. كما انتشر في نطاق واسع مقطع فيديو لطفلة تحت الأنقاض تحمي رأس أخيها بيديها وتتوسل إلى المنقذين لإخراجها. وفي تركيا تداول مغردون مقطعا يظهر فتاة محتجزة تحت الأنقاض بانتظار إنقاذها وفوق رأسها أحد الكراسي الذي يشاء القدر أن يحجز عنها
حجارة كانت كفيلة بموت محقق، ونشر تسجيلا يوثق سحب طفل ووالدته بعد أكثر من 20 ساعة قضوها تحت الأنقاض الذي تحول إلى حطام. دائما وأبدا نحمد رب العالمين على نعمة الأمن والأمان، وعسى الله يرحم كل قتيل في هذا الزلزال وهذه الكارثة الطبيعية، وعسى الله يشافي كل جريح، وإن شاء الله بإذن الله يعني يلاقون هذه الأعداد الكبيرة من المفقودين تحت هذه الأنقاض. نستمر معكم في هذه الحلقة الاستثنائية، معنا الشيخ دكتور عبد الله شريكة، كل الشكر على وجودك اليوم معنا، صل حفظك. وأيضا الشيخ فرحان عبيد، كل الشكر على وجودك اليوم معنا. بنتكلم يعني بشكل عام عن هذا المصاب الجلل وهذه الكارثة الطبيعية اللي أصابت إخواننا في سوريا وفي تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر لكم إتاحة الفرصة، وشكر خاص على تغطيتكم المتميزة لهذا الحدث الذي جعل الناس تعيش معه، وهذه التغطية التي شجعت الناس على تقديم المساعدات. صحيح. إن شاء الله، وأن يكونوا على ثقة من أن هذه المساعدات بإذن الله تعالى ستصل لمستحقيها دون أي عقبات. صحيح. وما حصل دكتور الله يحفظك من يسمع، آية من آيات الله. صحيح. في هذا الزمن. صحيح. وقد رأينا من آياته جل في علاه الكثير جدا في هذا العصر. صحيح. تبدل أحوال، تغير، سقوط أنظمة وحكام. صحيح. ما كان أحد يخطر بباله أن هؤلاء يسقطون، غير متوقع يعني. تغيرت أمور كثيرة، وهذا كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقوله تعالى سنريهم فعل مضارع يدل على استمرار هذا الأمر. صحيح. أن الله سيري الناس من آياته العظمى ما يؤكد لهم أنه الحق. كل ما حصل اليوم، الحكومة التركية أعلنت أن عدد الوفيات قارب إلى أن يصل إلى 9,000 حالة. أسأل الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر لهم ويصبر قلوب أهلهم. صحيح. ورأينا ما حل من دمار البيوت التي اندمرت وانهدمت، تساوت مع الأرض يعني أكثر من 900 بيت. صحيح. غير التي تضررت الجرحى بالتجاوز 40,000. صحيح. تخيل معي أن هذا كله حصل في 40 ثانية فقط. سبحان الله. 40 ثانية. سبحان. حصل فيها كل هذا الزلزال وكل هذه الأحداث التي صدعت العالم. صحيح. ورأينا من المقاطع الشيء الكثير المؤلم والمحزن والمفزع، الأم وهي تجري بأبنائها، والأب الذي يبكي على أبنائه فقدهم في لحظات. صحيح. 10 وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. ورأينا يعني حيا فريج كامل اندمر. صحيح. في إحدى المدن. صحيح. السورية، عسى الله يرحم الحال. طيب. هذه والله إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. صحيح. التي نحتاج أن نقف معها، ونحتاج أن يكون لنا موقف مع هؤلاء المتضررين. صحيح. الذين يستحقون منا ما نستطيع أن نقدمه لهم من دعم معنوي ومادي. صحيح. شيخ فرحان، يمكن هناك من يقول هذه كارثة طبيعية قد تحدث في أي منطقة، وفي هناك من يعني يتنمر على مثل هذه الكوارث، يقول من بعض الأمور اللي تصير هناك، من بعض الأحداث اللي تصير، وهذا غضب رب العالمين يعني، وما إلى ذلك من هذا الكلام يعني.
شنو ردنا على مثل هذه الأقاويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم وبعد. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى له آيات كما ذكر فضيلة الشيخ، له آيات عظيمة شرعية وكونية، وهذه من آيات الكونية، الشمس والقمر والليل والنهار وهذه الزلازل وهذه الأمور التي يصرف الله سبحانه وتعالى فيها أمور هذه الدنيا، يصرف أحوال الناس. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد أن يبتلى المؤمن، وهذا أمر قد يكون عقوبة قد يكون ابتلاء. لذلك التنمر والسخرية والاستهزاء كما يفعل الغرب أو بعض صحف الغرب قد استهزأوا، رأينا هذه الجريدة التي تكلمت عن مثل هذا الحدث بأسلوب لا إنساني، لا أقول لا ديني ولا لا إنساني، لأن هذا أمر اتفق عليه العقلاء أنه هذا أمر يحصل فيها التكاتف والتعاون ويعني بذل الوسع في مساعدة الآخرين أيا كان جنسه في هذا الأمر. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الله جل وعلا قادر على أن يغير نواميس الكون ويغير الأحوال ويغير الأمور ويبدلها سبحانه وتعالى متى شاء. وهذا دليل على أن الإنسان لا بد أن يرجع إلى ربه جل وعلا، وعلى الناس أن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بحمد الله تبارك وتعالى. الخير لا زال في هذه الأمة كثير، ولكن قد يحصل من هنا وهناك بعض الأخطاء وبعض الأمور التي يعني تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، فتحصل مثل هذه الأمور. إذا حصلت هذه الأمور وهذه المصائب على المسيء فكانت عقوبة له، وإذا حصلت على المؤمن وعلى المسلم فهي ابتلاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل وكلما كبرت المصيبة وكبر البلاء فهذا دليل على إيمان يعني المبتلى في هذا الأمر. صحيح. صلى الله يعني يكون في عونهم أكيد خلال هذه الفترة. قبل شوي كانوا الإخوان يتكلمون يعني كأنه هو يوم القيامة للأمانة، يقول طلعنا ولا كل المباني اللي حوالينا تساوت مع الأرض، صياح وصراخ وكل واحد في حالة وكل واحد في على قولتهم في شأنه. يعني اليوم مثل هذه المواقف لما تصير أكيد تكون عبرة للكل، حتى الإنسان اللي قاعد بعيد في منطقة آمنة مفروض بعد ما يشوف هذه المواقف تكون له عبرة يعني واعظة. نعم، ما من شك أن ما رأيناه عبر المقاطع المصورة وبالصوت وتفاعل الناس والرعب الذي حصل، يعني كما ذكر شقيقي مجبل كان هناك والله سبحانه ستر عليه مع أخوانه ورجعوا لله الحمد، وهو اللي كان بادر بالتصوير وتوثيق الحدث من بدايته، ولا زال إلى الآن يعني فيه آثار إن صح التعبير الرعب الذي ردة الفعل والرهب التي حصلت. سبحان الله. وهذه دكتور لا يهم من يسمع يذكرني بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الله أكبر. شوف الأم راح تتخلى عن ابنها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. فالأمر اللي رأيناه هو صورة مصغرة مصغرة جدا الإنسان. صحيح. جدا بلا شك أنها مصغرة جدا، لأن رأينا الأمهات لا زلنا يحتفظن بالأبناء. صحيح. لكن سيأتي يوم لا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه عبرة لنا وللكل، ولذلك رسالة وجهها لنفسي ولإخواني في كل مكان وحكاما ومحكومين، كل الحكومات المسلمة خصوصا حكوماتنا في الخليج عسى الله يوفقهم لكل خير، أن أسباب الأمن والرخاء إنما تكون في طاعة الله. صحيح. وإقامة. صحيح. العدل وأداء الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين.
كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صحيح. وإحنا خصوصا في الخليج يعني الله سبحانه وتعالى فجر لنا من بركات الأرض الحمد والشكر يعني دائما تزيد النعمة نعم ما صحيح. غير الحال من حال إلى حال. صحيح. ولذلك اليوم لله الحمد يشكرون حكامنا يشكرون إخواننا وأبنائنا وخواتنا من الشعوب التي بادرت بالمساعدة. لكن أيضا علينا ألا نأمن من مكر الله، لأن الخبث إذا كثر كثر الشر. صحيح. فهذا إذان. صحيح. بقرب عقوبة الله. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني كانت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الله عز وجل يعذبنا وانت فينا كون من الصالحين. صحيح. فقال نعم إذا كثر الخبث. فلذلك من الواجب علينا أن نحارب كل مظاهر الظلم. صحيح. كل مظاهر التعدي على أموال الناس وحقوقهم أو على أموال الدولة. صحيح. كل مظاهر محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكرات، مظاهر العقوق، مظاهر ظلم الزوجات، مظاهر. صحيح. ظلم الخدم، ظلم الناس، مظاهر يعني تسلط بعض المسؤولين الظلمة على بعض الناس. صحيح. أو بعض الموظفين، كل هذه يجب أن تحارب بالأساليب الحسنة الحكيمة. ألا الله عز وجل أن يدفع عنا ولا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. شفنا الأمن كيف نعمة عظيمة أنك نايم. صحيح. الناس ترى كانت نايمة استيقظت. صدقتم. على الدمار. صحيح. على الموت، على صراخ الثكالة، على بكاء الأطفال، استيقظت ما تدري هي وينها فيه دقائق يعني معدودة. تغير الحال من حال إلى حال. نعم. عندنا فيديو نبي نشوفه ونبي نعلق عليه، خلينا نشوف الفيديو. هناك بعض الطيور كانوا يدورون بدوران غريب يعني قبل الزلزال بيوم، وكانت في هناك يمكن حركة الحيوانات، وإحنا سمعنا دائما أنه الحيوان يمكن يحس في الكوارث الطبيعية قبل حدوثها. يعني حتى حركة البهائم بشكل هذه الحركة بهذا الشكل نتيجة كارثة ستكون يعني قادمة عن قريب، والبعض ربط مثل هذه العلامات بالزلزال اللي حدث يمكن في سوريا وتركيا. هل مثل هذه الظواهر أو هذه العلامات مذكورة وموجودة فعلا يعني بالعقيدة والشرع أن هناك من يحس من الحيوانات في الكوارث الطبيعية كالزلازل؟ دكتور عبد، أنا لا يحضرني الآن شيء من نصوص الشرع في ذلك، لكن من المعروف عبر التاريخ إلى عهد قريب يعني آبائنا وأجدادنا كانوا يدركون أن بعض اضطراب حركة بعض الحيوانات تنذر بشيء. صحيح. يعني يقولون إذا شفت الجعلة تنقل عيالها اعرف أن السيل جاي. عجيب. الجعلة اللي هو القنفذ. أي نعم. ها أنثى القنفذ إذا شفتها قامت تنقل عيالها اعرف أن في أن في سيل جاي. والهجرة الجماعية أحيانا لبعض الحيوانات. صحيح. يدركون أن في شيء، لأنها قد تعلم بعلم الله سبحانه وتعالى وتعليمه لها قبل وقوع الشيء بوقوعه، ولذلك تحصل عندهم هذه الاضطرابات، وهذه من رحمة الله عز وجل بهم. وأحيانا هم يكونون رحمة بنا كما قال صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم تمطروا، يعني بسبب كثرة الذنوب يمنع الله المطر من السماء. والمطر كما لا يخفاك دكتور لا يهم من يسمع في بلاد كثيرة رحمة، يمكن احنا اليوم نأنس به ونتمتع بنزوله وتنتعش الأرواح، لكن في بلدان إذا ما جاء المطر تهلك. في زراعتهم. نعم. وفي في زراعتهم. صحيح. في حراثتهم، في سقيهم، في بنائهم. صحيح. في تطهرهم إلى آخره. صحيح. ولذلك تكون أحيانا البهائم رحمة وتستجلب رحمة الله عز وجل. سبحان الله. سبحان. بسبب كثرة ذنوب الناس. صحيح. والذي تؤدي إلى بارك الله فيك ظهور الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تشوف أحيانا نفوق أسماك. صحيح. زيادة ملوحة. تشوف في البر قحط، وتشوف في البر يعني
تصحر عجيب وتشوف الفساد. وترى نفس الشيء يعني احنا احيانا عندنا من الذنوب، ترى احنا ما احنا ملائكه يعني، عندنا مشاكل مخدرات، عندنا مشاكل عقوق، مشاكل تنمر، مشاكل جرائم، مشاكل احيانا مجاهره صحيح. بالذنوب والمعاصي، مشاكل ان انسان يفضح انسان ويشهر فيه وانسان يعادي كثير إنسان. مثل هذه الذنوب يمكن فعلا توقف نعمه رب العالمين. شيخ فرحان، ودي اتكلم عن من قتلوا والاموات في هذا الزلزال، كيف نعتبرهم؟ هل نستطيع ان نطلق عليهم شهداء لمثل هذه الكارثه؟ يعني ما هو الحكم الشرعي على اموات زلزال تركيا وسوريا مثلا؟ الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الصحابة رضوان الله عليهم ما تعدون الشهيد فيكم، فأجابوا أنه شهيد المعركة، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، المبطون شهيد والحريق شهيد وكذلك الهدم، هذا من الشهداء صحيح. لذلك نص أهل العلم على أن الشهيد الذي يعني يسقط عليه مثل البيت، مثل يعني الزلازل هذه، كذلك عد الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره حادث حوادث السيارة أيضا، هذا من الهدم صحيح. فيكون هذا شهيد إن شاء الله. حتى سمعنا الغرق في بعض الأحيان، طبعا الغرق بشرط أن يكون مسلما، فهذا يطلق عليه شهيد، يطلق عليه شهيد، فهو شهيد دنيا، شهيد عفوا شهيد آخرة، فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى ويعتبر شهيد. فنحمد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له صحيح. وليس ذلك إلا للمؤمن صحيح. لذلك نحن قد نحزن ونبكي على فقد يعني قريب أو حبيب أو غير ذلك، ولكن هذا الفقد يعني قد يكون خيرا له عند الله سبحانه وتعالى صحيح. والله سبحانه وتعالى اصطفاه، والله سبحانه وتعالى منع عنه فتنة، منع عنه مصائب أكثر أو معيشة صعبة أو غير ذلك من الأمور، فالله سبحانه وتعالى يعني قدر له هذا الأمر حتى يرفع منزلته عنده سبحانه وتعالى، وحتى يكفر عنه السيئات ويرفع الدرجات صحيح. بالتالي يعني لا نقول كل يعني هذه مصائب إذن هي يعني كارثة بالنسبة له في الدنيا والآخرة، لا صحيح. ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، الله يقول الله لطيف بعباده صحيح. فكل ما يجري الله سبحانه وتعالى من قدر فهو خير للعبد، وفي النهاية هذه حكمة رب العالمين، وما علينا إلا يعني نرضى بأحكام رب العالمين علينا. الرضا واجب صحيح. على يعني المسلم، وهو حبس النفس عن الجزع صحيح. أن لا يجزع صحيح. نعم الدمعة تنزل والقلب قد يحزن صحيح. هذه أمور صحيح. ما يخلو منها في إنسان. النهاية لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى صحيح. على ابنه، فأمور هذه لا تجعلنا نجزع، وإنما نتعامل صحيح. بها معها مع الطبيعة صحيح. الإنسانية صحيح. دكتور عبد الله، الختام معك، يعني ودك شنو تقول في ختام هذه الحلقة بهذه الأوضاع خلينا نقول استثنائية في زلزال وكارثة تركيا وسوريا؟ يعني خلني ألخص بعض النقاط دكتور، الله لا يحرمك الأجر. الأولى أحذر من قضية التنمر والسخرية والاستهزاء بمحل بهؤلاء صحيح. ولا أريد أن أجزم بأن من سخر بالناس سيسلط الله عليه صحيح صحيح. يعني شاء من شاء وأبى من أبى، عسى الله يعافينا. النقطة الثانية، علينا أن نكون حذرين من التقول على الله عز وجل والجزم بالأمور، أن هذه عقوبة، قد تكون عقوبة وقد تكون ابتلاء كما ذكر الشيخ صحيح. قبل قليل أكرمه الله صحيح. لكن واحد يجزم ويعني ويصف الأمة ويصف الناس بأوصاف كأنهم من أهل الجحيم، هذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاك صحيح. في رواية في ضبط فهو أهلكهم، وهو اللي أوقعهم في الهلاك الله سبحانه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا إخواني، علينا أن نعمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه،
وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صحيح. هؤلاء إخواننا، حتى ولو كان بعضهم من غير مسلمين وهو بحاجة للمساعدة ونستطيع أن نقدم هذه المساعدة عين أن نقدمها، يحتاجون للباس والطعام. صحيح. والمأوى والفرش والتدفئة وغيرها، اجتمعت عليهم الآن يعني مصيبة الزلزال. صحيح. وفقد الأرواح التي حصلت والأحبة، والآن موجة من الثلج والصقيع والبرد، علينا أن نبادر بما نستطيع. صحيح. ونحذر نحذر أخوي طالب من يثير الشكوك حول الحملات. صحيح. الإغاثية أو غيرها، نحن سنتصدق أكيد، والأجر محفوظ عند الله عز وجل. صحيح. والدولة هنا وهناك مسؤولة عن حماية هذه الصدقات حتى والناس تصل لأهلها. والناس ما تقصر في الكويت، ودايد أهل الكويت يعني المساعدة والخير فضل من الله. صحيح. وعسى الله يحفظكم إن شاء الله، ويحفظ هذه الديرة وديم علينا هذا الأمن والأمان. بإذن الله. كلام جميل يمكن اليوم سمعناه منكم مشايخنا. غدا إن شاء الله 30 جمعية خيرية بإذن مع وزارة الدفاع ووزارة الشؤون، ويعني فضل تعالى والكل متعاون، الكل يعني متعاون في هذا. واليوم مواطنين ومقيمين نشوفهم يعني يساهمون. نعم. يساهمون نحو مثل هذه خلينا نقول التعاون والاشتراك في مساعدة المنكوبين في سوريا وتركيا. في النهاية كل الشكر لكم دكتور عبد الله والشيخ فرحان على وجودكم يا معنا، عسى الله يحفظكم وعليكم العافية. نتمنى يعني عسى الله يتقبلهم شهداء بإذن الله، ويرحمهم ويغفر لهم ويشافي كل جريح في هذه الكارثة الطبيعية. كل الشكر لكم. بارك الله فيكم ويعطيكم العافية. الله يطول عمركم. إذن مستكملين معاكم مع ضيوفنا في برنامج عسيف، وهذه الحلقة الاستثنائية عن الكارثة الطبيعية في زلزال تركيا وسوريا. أخلكم معنا. بعد أن فجع العالم بزلزال ضرب كلا من تركيا وسوريا أدى إلى إصابات ووفيات تجاوزت 8,000 وكوارث ميدانية، سارعت الكويت بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح في إطلاق الجسر الجوي وحملات التبرع لإغاثة المتضررين. شاركت بها 30 جمعية خيرية وجهة معتمدة، منها وزارة الصحة والجيش وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تلعب دورا محوريا في التنسيق مع الهلال الأحمر التركي للوقوف على احتياجاته ومخاطبة المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر ليكونوا موجودين في سوريا. وانطلقت طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية تحملان على متنهما فريقا متخصصا من الإطفاء وثمانية أطنان من الاحتياجات الطارئة والمواد الإغاثية، وهذه المساعدات هي باكورة مساعدات تأتي تضامنا ومساندة ووقفة مع أهالي الضحايا في مصابهم الجلل.
مستمرين معاكم مع ضيوفنا في هذه الحلقة الاستثنائية اللي بنتكلم فيها عن هذا الحدث والكارثة الإنسانية التي حدثت في سوريا وتركيا. معنا اليوم محمد الشايع، رئيس مجلس إدارة جمعية الصفاء الإنسانية. كل الشكر عليك على وجودك اليوم أستاذ محمد معنا، وعسى الله يحفظك. أيضا معنا دكتور محمد مرضي الرشيدي، مدير عام جمعية الصفاء الإنسانية. كل الشكر على وجودك اليوم دكتور. والأستاذ عبد الرحمن العازمي، ناشط في شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على وجودكم معنا اليوم. جهودكم واضحة في يعني مواقف كثيرة، وفي خلينا نقول دول كثيرة منكوبة قد تكون، وخلال الحروب السابقة، وأيضا الكوارث الطبيعية، ومثل هذه الكارثة الآن يعني مصاب جلل أصاب الجميع. الصورة تتحدث، بعض المقاطع تتحدث عن هذا الدمار الشامل اللي صار في مناطق كثيرة، منها في سوريا وفي تركيا، وأعداد مهولة من القتلى والجرحى والمفقودين. اليوم شنو كلمتنا في هذا الموقف أستاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة يعني هذه الكوارث تأتي فجأة، صحيح، واحد يعني ما كان يعلم أن في كارثة ولا يتوقعها أبدا. لكن لما تأتي الكارثة والناس تهلع من هذه الكارثة، يصطف كثير من الناس ويقفون كثير من الناس يعاونون إخوانهم في أي بلدة من البلدان في العالم، شرق أو في الغرب، جنوب شمال، يقفون، وخاصة في دولتنا الحبيبة. صحيح. اليوم الكويت يعني رايتها ما شاء الله واصلة للعالم كله بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء، والشعب الكويتي الطيب الحبيب المعطاء. اليوم أمامنا كارثة. صحيح. كارثة عظمى. يعني احنا لما نتكلم ونشاهد الصور في سواء التلفزيونات العالميه كلها، صحيح، ما الانسان ما يعرف او يتوقع شلون الكارثه ولا لما يشاهد يعني. الا لما يشاهد بعينه. والله صدقت، وهذا شاهدنا بعيننا احنا لما كنا هناك في تركيا. اليوم لما نجد الاطفال تحت الارض تحت الانقاض، والامهات تحت الانقاض، واللي ضيع امه ولا ابوه ولا انشل ما يقدر يقوم، صحيح، بهالبرد، برد شديد قارص كان ذيك الليلة، والمطر يعني بشدة كان ينزل من السماء. شنو حال اللي تساوت بيوتهم مع الأرض؟ الله. احنا جلسنا في اللوبي بعد الكارثة هذه. في أي فندق كنتوا شيخ محمد؟ اسم الفندق والله ما أذكر. المتحف. فندق المتحف، فندق يعني ما شاء الله مبني من الاي بيم الحديد، مو الخرسانه يعني. فهذا يمكن ساعد، كان سبب في ان ما يسقط هذا الفندق، ولا سبحان الله العظيم يعني كان يتحرك يمين ويسار الفندق، توقعنا انه يطيح خلاص، سبحان الله. لكن يعني الله سبحانه وتعالى نجانا، ووقف الزلزال بعد دقيقتين بالضبط وهدأت الامور. واقول ارد مره ثانيه يعني حال الناس بعد هذه الكارثة. لو نبي نتكلم عن البرد بس البرد، احنا قعدنا 18 ساعة باللوبي ومسكر الباب وميتين من البرد ولابسين لبس ما يعلم فيه الا الله عز وجل. شلون هذول اللي ما كانوا يعني مستعدين لانهم يلبسون هذا، فما بالك قاربت الدرجة صفر مئوية اتوقع تقريبا. نعم، صفر يعني حتى لو 10 فوق الصفر. صحيح. برد مع المطر شيء مو بسيط، فما بالك في اللي تحت الانقاض واللي الخرسانه طايحه عليه، واللي اللي اللي نجوا اليوم، اللي عنده سياره اخذ اسرته قام ينام بالسياره، السياره برد، لو يعني ما في بنزين، البنزين وقف عندهم هناك، المطاعم وقفت، كل شيء وقف عندهم. صحيح. يعني صارت منطقه اشباح هذه المدينه في ساعات يمكن قليله، بدقائق سبحان الله العظيم. ويعني تبي مواصلات، تبي أي شيء، الكل عنده مصيبة، الكل عنده مصيبة. يعني اتصلنا على ناس كثر نبي منهم باصات أو سيارات تنقلنا في الفيديو. هذا الفندق اللي كنتوا فيه؟ اي نعم، هذا هو
ذكرتني فيه والله. هذا الفندق. اي والله هذا هو. زين. انا ودي اسال الدكتور محمد، كنتوا في الفندق اثناء حدوث الزلزال، بعد الهزة طلعتوا، المشاهد اللي كنتوا تشوفونها حواليكم، يعني خلنا نوصل الصورة، شنو كانت المشاهد؟ دكتور احنا بداية احنا كنا موجودين قبل الزلزال، احنا نزلنا كوفد. اي يوم وصلتوا؟ احنا وصلنا يوم الجمعة اللي فاتت قبل الزلزال بيومين. اي نعم، وكنا ننفذ حملات إغاثية خاصة باللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية. تمام. الزلزال الحقيقة كان مفاجئ للجميع. صحيح. وإحنا يعني كنا بين أمرين، أما نضاعف الجهود في الإغاثة أو أن إحنا يعني نغلب جانب الحماية للوفد، وهذا كان مقترح أخوي أبو عبد الرحمن، أن إحنا نشوف سلامة الوفد قبل كل شيء. صحيح. لذلك أنا أعتب عتب حقيقة مستحق وبصوت عالي علي قاعد يقول يعني يا جماعة أنتوا جهات خيرية طلعتوا وتركتوا المكان وكذي. أنا دوري ما هو دور فني. الخطأ اللي أو الإشكال عند الناس إنه يقول لك هذا اللجنة الخيرية مفروض تكون تطلع لنا اللي تحت الأرض أو تسعف جرحى، هذا مو صحيح. أنا دور يعني اللي تقصده دكتور إنك أنت تدير العملية الخيرية، مو أنت مثلا فني إنقاذ. نعم. الحالات هذه ممكن نكون سبب في تعطيل عملية الإنقاذ بجهلنا في هذا الموضوع. أي صحيح. احنا دورنا ما هو دور فني. لذلك القيادة السياسية أمرت أخوي أبو عبد الرحمن باتصال هاتفي أن يا جماعة غادروا المكان ما هو آمن. الفندق اللي احنا كنا فيه غير يعني آمن. احنا قعدنا باللوبي بانتظار أي وسيلة مواصلات تطلعنا برا، لأن احنا بنهاية الأمر احنا بشر، ما ودنا نكون سبب في لا سمح الله فاجعة لأحد الأسر الكويتية. ووجودكم يمكن في منطقة آمنة يعطيكم الفرصة أن تشتغلون بطريقة صح وتبدون تديرون هذه الأمور بإدارة سليمة. أكيد. بالضبط دكتور. صحيح. قبل الله أيك أخوي عبد الرحمن، سؤال سريع أبو عبد الرحمن، اليوم سمعنا تصريح لك أن أنت كنت بترجع في نفس يوم الزلزال، لكن أنت بعدين وقفت ما رجعت نفس اليوم. نعم. سبب يعني تعطيلك لرجعتكم في الكويت وبقائك زيادة وقت أكثر. والله يعني الواحد يتألم لما يترك الموقع ويشوف هذه المشاهد. أي. أنا حقيقة اجتمعنا مع الوفد وتكلمت مع الوفد وقلت لهم يا شباب ترى مسموحين، اللي بيروح يرجع الكويت الله يحفظه ووفيته ولا قصرته، واللي بيقعد فيا أهلا ومرحبا فيه. كلهم جزاهم الله خير طقوا الصدر، قالوا إحنا وياك محمد، وإحنا ما يينا إلا لنغيث أخواننا السوريين. جميل. واليوم الأتراك موجودين، يعني الأتراك أيضا يستحقون أن الواحد يقف معهم. صحيح. في هذه المحنة. صحيح. فما هان علي أن نمشي ونخليهم، لكن اليوم كل شيء مضروب، لا سيارات موجودة، لا شوارع. قعدتوا يوم زيادة. قعدنا يوم زيادة. لا سيارات موجودة، لا مخازن أكل متوفرة، لا محطة بنزين أيضا فاتحة. صحيح. كل شيء مسكر عندهم، فإحنا قعدتنا يعني قد تضرنا. مكملين يعني ما تقدرون تتحركون. تضرنا وتضر الوفد ويانا. صحيح. والله إن أنا طالع وقلبي متقطع عليهم. صحيح. مو بس أنا. صدقت. والله الوفد كله. صدقت. كان يعني متأذي. لأن أنتوا عشتوا الحالة اللي عاشوها. بالضبط والله. وهم ما زالوا مستمرين في هذه الحالة الصعبة. أخوي عبد الرحمن. أنت اللي وثقت يمكن كثير من الفيديوهات اللي موجودة. نعم. أوصف لنا الأحداث اللي كانت هناك. والله هو يعجز الوصف للأمانة، يعني بداية ضربة الزلزال وانت نايم، تصور 4 الفجر تقريبا، 4 تقريبا و10، فالفزع اللي من النوم هذه، وخاصة أمر يعني الحمد لله الله يحفظنا الكويت، ترى ما احنا متعودين على هالزلازل. صدقت صدقت. والضربة الزلزال يعني كانت قوية جدا، يعني حتى ما انت قادر توقف، ما انت قادر تتحرك. فكانت سبحان الله مثل رمشة العين، ما ندري شلون. هذا تصويرك؟ من تصويرك؟ اي هذه الغرفة، هذه غرفتي انا. اها. هذه بداية هذه ترى اول الهزة البسيطة، بعد عد ضربتنا اللي تصوير خوي ابو. هذه قبل الضربة القوية. لا هذا اول الضربة. اول الضربة القوية. إيه. يعني الضربة القوية جت بعدها على طول. اي اللي عاد دمرت هذا بعد الضربة القوية.
ولكن يعني حالة رعب تسمع صراخ الناس والأغراض كلها متطايحة والفندق متكسر. يعني أول شيء تبدأ تطمن على الفريق اللي معاك من اللي قاعد من اللي طاع عليكم شيء فيكم شيء ما أقدر أوصف لكم إياه. سبحان الله. شيء يعني خاصة لما ندشوا علينا بعض الأخوان من برا اللي طلعوا من تحت الأنقاض وقاعد يحطونهم عندنا في اللوبي. واحنا في شخص هذا اللي قاعد احنا اللي اسعفناه ترى الله يجزاه خير اخوي ابو عبد الرحمن بتاكسي لا 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 سيارات اسعاف اي صدق لا في مستشفيات يعني حتى ما ادري والله هو صار عليه يعني الله يرحم حالهم يعني خلال دقائق فقط انقلب من حال الى حال فالحمد لله يا رب وحنا بغينا نقعد وحاولنا ننساهم لكن الوضع صعب يعني ما 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 بيدنا حيلة يعني ما دام إن التحرك صعب وغير مجدي بقائكم فالأنسب إن ترجعون هذا شيء طبيعي وحنا والله بغينا إن نقعد وهم نساعد طبعا ما نساعدهم في الأنقاذ هذا شيء ما يحتاج إلى فنيين يعني إيه لازم فنيين خاصة اللي تحت الأنقاذ لكن حاولنا نساعد بالمال اللي صحيح. اللي نقدر عليه في المؤونة في يعني قد ما نقدر وهذا أحد الأسباب اللي حنا قمنا يعني ساعدنا في نقله الى المستشفى احنا اللي بيدنا سوينا صحيح اللي تقدرون عليه ولكن بعد ما جتنا الاوامر الساميه يعني من القياده السياسيه ان يجب عليكم مقادره المنطقه والسفر الى الكويت فامتثلنا طبعا عندنا فيديو بنشوفه وبرجع لك ابو عبد الرحمن تفضل الان شوف الفيديو امان يا ربي امان امان يا ربي بيوت تهدمت على أصحابها حاجتكم والله بحاجتكم اليوم ينامون بالشارع برد والله جمدة فلا نتركهم إخواني وأخواتي والله محتاجيننا لا نخليهم إخواني وأخواتي لا نتركهم الله يرضى عليكم لا نتركهم هذه يمكن مشاهد عرضتوها من خلال استغاثتكم للناس إن اليوم نبي الكل يشارك نبي الكل يساعد في النهاية يد واحدة ما تصفق أنتوا يمكن جمعية صفا الإنسانية ما قصرتوا يمكن خلال الفترة السابقة وشاهدت فيكم مجروحة لكن أيضا دعم الناس لكم شيء مهم شيخ محمد عدل ما في شك يعني أنا دائما أقول أنا يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم المساهم الكريم صحيح ما تحركنا ولا سوينا شيء وأنا ودي أضرب مثلين عايشتهم حقيقة أذكر المرة السابقة لما رحنا أيضا استغاثة لإخواننا وأخواتنا السوريين دخلت خيمة من الأخيام ووجدت أم أرملة وبنات عند بنتين وولد عندها أي نعم بعد ما تحدثنا وياه وهذا طلعوا الشباب أنا آخر واحد طلعت حقتني وقالت لي شيخ قلت لها نعم قالت لا تخليني يعني كلمة لا تخليني يعني تبكي حقيقة لها ألف معنى ومعنى حسيت أنها محتاجة الأم تبي ما عندها شيء يعني بنتها الصغيرة عمرها 7 سنوات خليها تروح تلقط قناني سواء البلاستيك أو ملوة البيبسي وهذا وبيعون الكيلو ب10 ليرات 10 ليرات يعني 120-130 فلس يعني تجمع له خيشة كاملة صحيح. بعد وقت طويل بالبرد وتحت هالمطر بنت صغيرة قلت لها إن شاء الله المرة هذه إحنا ما لنا شغل في المخيم لأن إحنا قدمنا له مساعدة نبي نقدم حق مساعدات أخرى فقلت حق أخوي محمد قلت الله خليك كلم المكتب اللي هناك لازم أمر هذه الأرملة قال لي إن شاء الله مريت هذه الأرملة دخلت البيت عندها أو العشة مالتها وهذا شافتني سبحان الله العظيم كأنه يعني أحد نازل لها من السماء طلعت اللي وياي كلهم عدا المسؤول قلت له خليك وياي هني طلعت من فلوس
أعطاني فلوس عديت، قلت له تفضلي. هذه الأم الأرملة لما ترفع يدينها وتدعي، صحيح، دعوة أقسم بالله يمكن الله سبحانه وتعالى يستجيب لها، صحيح، واللي تبرع لها حق هذه كم واحد، يمكن ألف واحد تبرع حق هذه الأرملة، صحيح، لو خذينا من كل واحد 100 فلس صدقت وعطيناها هذه الأرملة فشيء مو بسيط، رفعت الدين. الثاني رحنا المكتب اللي احنا نتعامل وياه هناك، اي وانا جاي نازل، ولا ذيك الام عمرها 35 وياها بنت صغيره، قالت لي الشيخ الله خليك لا تخليني شيخ. قلت له طيب خليني انزل الحين يصير خير. نزلت وقعدت تحت المظله ورحت ركبت فوق، قلت حق المسؤول شوف لي الام ويا البنت خلها تصعد فوق. صعدت فقلت لها امري، بدت تبكي تقول لي اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله تكرموني يكرم المشاهد الكريم، تقول لي لقط الأحذية من الشوارع السيئة والملابس السيئة وأجيبها تدفون أبناء الصغار عليها، سبحان الله، ما عندي أكل حق عيالي ما عندي شيء، لأن الأجواء هناك شيخ محمد قاسية فعلا، يعني الأوضاع صعبة تحتاج إلى مساعدة. تقول فقدت زوجي 5 سنين لين الحين ما أدري وين زوجي، ما أدري وين زوجي، أنا مسؤولة عن عيالي الصغار، ما أقدر أشتغل، ممنوع اشتغل، ما عندي شيء. صحيح. هذه نفس الطريقة لما عطيتها فلوس وأمرت أنهم ما يقصرون وياها كلمة، يعني لما تقول الله يفرج عنك الله لا يصيبك بأي سوء، والله يعني يمكن دعوتها هذه بسببها الله سبحانه وتعالى نجاني من هذه الكارثة اللي كنت أرى الغرفة تنحني يمين ويسار، مو السرير، الغرفة تنحني يمين ويسار، كنت أتوقع أنها راح تهبط في الأرض. صحيح. هذه الغرفة، صحيح، لكن الواحد ما يعلم إيش يخبيه القدر بسبب صدقة، صحيح، تصدق فيها لهؤلاء الناس. أكيد، يعني أكيد. الناس اليوم بعض الناس جزاهم الله خير وأنا يعني ناصح لهم، يعني يسيئون للجمعيات الخيرية وهذا شيء قليل، أنا أنصحهم اللي يشكك جمعية من الجمعيات يجي ويانا وحياه الله ويشوفوا بعينه العمل، صحيح، ونتشكر منه ونقول له جزاك الله خير، يجي يشوف، ما عندنا مشكلة أبدا ولا عندنا شيء يعني يستخبى ولا شيء. أكيد. بعدين وزارة الشؤون جزاها الله خير ممثلة بوزير الشؤون والعاملين في هذه الوزارة مراقبة علينا، ما نقدر نصرف دينار واحد إلا بإذن وزارة الشؤون. صحيح. وبعد ذلك لازم تقرير نرسل لوزارة الشؤون إن إحنا صرفنا هذا لهذه المجموعة. بعدين شيخ محمد يمكن توافقني الرأي، هناك يعني جمعيات معروفة في الكويت ولها سمعتها والأشخاص اللي موجودين أهل الكويت يزكونهم يعني في أموالهم. اليوم دكتور مثل ما ذكر يمكن أبو عبد الرحمن على موضوع من ما نقول يشكك، يعني يمكن كلمة تشكيك كبيرة شوية، عدم ارتياح للبعض إلا بحضوره في خلينا نقول السفرات الإغاثية، يقول أنا ودي أنا أي، أنا عندي مبلغ كبير أبي أنا أي معاكم وتطوع معاكم وأنا أصرف من حر مالي بنفسي، تأخذون معاكم؟ عندكم مشكلة في إشكالية في هذا الموضوع؟ هو دكتور المفترض أن يكون أحرص الناس على صدقاته وتبرعاته المتبرع، صحيح، هو يبحث عن التقرير، يبحث عن الإنجاز، يبحث، صحيح، عن متابعة هذه التبرعات. القضية ما هي قضية تبرع وانتهى الأمر، إن لم تتابع هذه التبرعات، صحيح، تتابع هذه الصدقات ما راح يعني يشفي، يعني عشان يرتاح قلبه وترتاح قلبه. احنا في الصفة الإنسانية ما نبحث عن بطولات، احنا زرنا أكثر من بلد وتعرضنا لكثير من المشاكل والأزمات ونفخر بهذا الشيء، لكن احنا الآن في موضع حقيقة مع هذه يعني هذا الزلزال، والآن احنا نفتخر بأن كنا موجودين في أخطر زلزال في مر يمكن على هذه المنطقة، واللي كان يعني حصيلته الآن قد تبلغ 1,000,000 شخص من الوفيات وأكثر من ذلك، وهذا يعني أخطر مخيف. زلزال صراحة أشناف في حياتنا، يعني الأعداد المهولة من القتلى والجرحى ما سمعنا فيها من قبل، يعني ما وهذا دكتور ترى على فكرة اليوم ما هو ميدان عتب انك تعتب على الجمعيات، صحيح، اليوم احنا نفتخر، احنا في الصفة الانسانيه، صحيح، نفتخر في ان في صداره الجمعيات الانسانيه والخيريه في الكويت التي قدمت لها التبرعات، لان الناس او يعني وكلونا هذه الامانه التي هي سبحان الله ثقيله علينا،
ونبحث عن أن يعني نفعل هذه الأمانة ونوصل هذه المساعدات بأسرع وقت وتكون فعلا يستفيد منها المحتاج ويكون فيها إغاثة عاجلة. صحيح. في ميدان العمل في الكوارث ما في مجال للعواطف، ما في مجال للاجتهادات، وذلك سألتنا ليش طلعت من تركيا. في قسم خاص في وزارة الخارجية اسمه احنا نسجل فيه قبل أن نسافر، اسمه المسافر الآمن. اي صحيح. وهو وظيفته حماية الأفراد في العمل الخيري لا سمح الله من أي سوء. صحيح. احنا ما نبي نجازف في أشخاص، وأيضا في المقابل احنا نريد نساعد الناس، احنا بين نارين. صحيح. اختار أخوي أبو عبد الرحمن الشائع، أنا وأنا أثني على رأي السديد وبخبرته، اختارنا الوفد يغادر، ولا الكل كان يعني عاقد النية أنه يجلس ويقدم المساعدات بأي شكل. خليني أنا أسألك سؤال دكتور، قد يكون هذا جوابك هو رد على بعض يعني من يتقول على الهيئات الخيرية. اليوم وجودكم في الكويت وإدارتكم للعمل الخيري والإغاثات أفضل من وجودكم في تركيا أو في الأماكن المنكوبة؟ دكتور في أوقات ما تستطيع تعمل في الميدان. أها. هذه من واقع خبرة. صحيح. أنت لا تجتهد في مكان أنت وجودك فيه خطأ. أها. احنا كنا في مجال ففي هذه الحالة الآن وجودك في مكان الخطر خطأ. خطأ نعم، خطأ لا يفيدك كبير. يعني نعم، وفي خطأ على المجموعة، احنا ما نريد نصيب لا سمح الله أي أسرة كويتية نفجعها في أولادها. صحيح. وأبناء أو على الأقل ندخل عليهم خبر سيء. صحيح. احنا الآن في ميدان نبحث عن الأفضل والأنفع للناس، فبالتالي لازم يكون عندك غرفة عمليات، وهذا اللي حصل الآن. احنا أول ما من أول يوم قررنا نغادر جلست أنا وأخوي عبد الرحمن وإخواني أيضا المشاركين، شو راح نسوي، شنو نقدم، شنو نفعل. اليوم قاعد نبحث عن أفكار جديدة سريعة. صحيح. حتى نستطيع إغاثة أكبر عدد من المحتاجين والمضطرين. أخوي عبد الرحمن، أنت كنت تصور هذه الأحداث، وفي ناس وايد يقولون لو أنا غير مكانه صراحة يعني على قولتهم أهرب من الخطر وما أفكر بالتصوير، لكن أنت أصريت على توثيق بعض المواقف المشاهد. يمكن هذه ترى الرسالة اللي أنت صورتها ونقلتها لناس كانت مفيدة وإيجابية، حركت المشاعر نحو الأشخاص اللي موجودين. وإحنا لو مو هذه الصورة اللي قاعد تنقل لنا من فيديوهات وصور يمكن ما عرفنا شنو اللي صاير وشنو الأحداث اللي صارت. قد تكون الأرقام غير يعني مؤثرة كثر المشاهد والفيديوهات. أثرت على نفسك أنك تصور وصريت أنك تصور بعض المشاهد والمواقف، شلون كانت حماسك في ذاك الوقت؟ أول شيء هذا قضاء وقدر، يعني مهما كنت بتنحاش أو تبتوخر لن يصيبنا إلا ما كتبه الله. صحيح. هذا رقم واحد. فالتوثيق احنا كنا بنوثق ان الحمد لله بداية ان بعد ما خلصنا من أزمة الزلزال الضربة القوية تطمننا على بعض واجتمعنا على طول، وبعدها بدينا نوثق ان كتطمين. جميل. يعني لما يكون مثلا بكرة الأهالي لما قاعدين ترى هذا احنا وضعنا وهذا حالنا، والحمد لله يعني احنا نشوف ان كنا احسن من غيرنا، يعني اللي طايح بيوته. صحيح. احنا في لوبي فندق ومتذرين شوي عن الهواء، كان مطر. صحيح. وبرد شيء يندله الجبين صراحة. أنا بس أبرد رد صغير على اللي كانوا يتكلمون في بعض الفيديوهات يمكن وصلتني، إن شلونكم تهربون. وإحنا الحمد لله إحنا كنا نبي نكمل العمل الخيري، ولكن أصروا علينا أن نرجع فامتثلنا لأوامرهم وردينا. ولكن أنتوا شفتوا الفيديوهات اللي موجودة، هل الفيديوهات اللي إحنا عشناها هل هذا نفس اللي كان في إسطنبول اللي قاعد يعاتبون يقولون أنتوا ليش ما دزيتوا لنا إقاثة؟ هل العيشة اللي حنا عشناها موجودة عندهم في اسطنبول؟ يعني هل حنا عايشين 20 ساعة في لوبي؟ والله إني أشوف يعني أبو محمد وشو يعني في ناس كبار في العمر ومتذرين وبرد وخوف، والله إن كانت كل ساعتين تجينا مثل الهزة البسيطة وكنا نطلع. هذا أنا في فيديو مصور العصر. أيه. اللي كان اللي ينزل الماي كانت الهزة الفندق نشوفه يتحرك. ما شاء الله عجيب. فكنت أحاول حرص إني أوثق أول بأول. أيه سبحان. وكنت حرص اني يعني كل ساعتين ترى في مشاهد كثير احنا ما حبينا ننقلها، يمكن مقطع توني نزلته. ايه. في مشاهد كثير احنا ما حبينا ننقلها. اذا اخوي عبد الرحمن كانك تقول من يتذمر الان ويتكلم ويصرخ ان اشمعنا احنا واشمعنا ما اخذونا، هم في مناطق امنه اصلا. انا اقول لك ما جاهم يعني 1% من اللي جاكم انتوا في على قولتهم قلب الحدث. نعم. يعني احنا انا ايش اقول لك، احنا 20 ساعه وحنا محجوزين. يعني قاعد نحاول. هل لك انت تخيل 20 ساعه احنا ندور لنا سياره تنقلنا عن منطقه ساعتين بس نبي نطلع. وحواليكم هذه المباني المهدمه كلها مهدومه سبحان الله، فالدرجه ندق لنا على كذا شخص.
يعني ابو محمد ابو عبد الرحمن معرفته في الاشخاص اللي يشتغلون هناك كبيره. صحيح. يتصل عليهم كلهم يقول لا احنا والله ماخذين سياراتنا لاهلنا، بيوتنا مهدمه، اللي عنده حالات وفيات، اللي عنده اتصلنا اتصلت علينا كثير من الناس نبي نساعدكم، هذا رقم ترى تاكسي، هذا رقم صاحبي، هذا رقم، ما في احد. كل ما دقنا على احد قال والله العظيم ما عندي امكانيه ان انا اوصل. صحيح. فاضطر، فانا اقول انك دامك كنت مثلا باسطنبول او منطقه امنه تحتك مجمع ومطعم ومرتاح، انت تطلع تتسوق واخر الليل ترجع توثق وتقول انا ليش ما تأونا عشان عاصفه ثلجيه وتعطلتوا في الطيران. يعني نقول يعني لازم الواحد على قولتهم يحمد رب العالمين على الامن والامان اللي هو فيه. في اي منطقه كانت يعني ما يدري هو شنو حالكم وشنو وضعكم انتم في هذه المنطقه الصعبه والخطره اللي كنتوا حوالينكم الركام، يمكن ركام العمارات والبيوت اللي مهدمه اللي تساوت يمكن مع الارض. عندنا هذا الفيديو بنشوفه مع بعض ونرجع لكم ضيوفنا. شوف الفيديو. مع الصف الإنسانية. يا هلا بالجميع، يا هلا باللي وقفوا وقفة لإخوانهم المتضررين، والله أفتخر فيكم، الأمة كلها تفتخر فيكم، وهذه نعمة الله عز وجل أنعمها علينا، الله سبحانه وتعالى اختصكم فيها، وهذه من أكبر النعم إخواني أخواتي. أيضا الله يرفعكم عنده وينمي هذه الصدقة وتكون مثل الجبال، والله اليوم الأموات يتمنون هم يخرجون ويتصدقون ويحسنون ويرجعون مرة ثانية مكانهم، لكن نستغل هذه الفرصة دامنا احنا حيين. أحب أبين أخواني وأخواتي إن رجوعنا ما كان سهل أخواني وأخواتي، لكن الوقت ما كان راغب إنه يرجع، ولا أنا كنت راغب إني أرجع، لكن الظروف ما سمحت. أصلا كل البعثات الدولية أمروهم إنهم يطلعون، عندنا مدير المكتب طاح البيت على أهله لكن الله سلم، يسكنون اليوم بالسيارة. الإعلامي اللي عندنا بالمكتب أيضا طاح البيت على أهله. أنتوا أهل الفزعة وأهل الكرم، والله مو مجاملة، الله يجزاكم خير. والله قلت لكم وأقولها إني راجع وأنا متحسر إني أنا راجع، مخازن مواد غذائية وغيرها كلها حايشة الزلزال، فقعدتنا ما منها فايدة، لكن راجعين بإذن الله تعالى خلال أسبوع وعشرة أيام نكون عندهم ونكمل المسيرة بإذن الله تعالى. ما راح نترككم، عذاب في قلبي إني راجع. الأمان يمكن كلمة دائما إحنا نقولها أهل الكويت، الله حامي هذه الديرة، ومرينا يمكن في مواقف كثيرة يعني بركة الصدقات والخيرات اللي يمكن جبل عليها أهل الكويت من عمر ومن قديم الزمان، ويمكن ما زالت هذه الثقافة موجودة جيل عن جيل يتوارثها في الكويت. وانتم اليوم هذه خلينا نقول المؤسسة الخيرية من أصل مؤسسات خيرية كثيرة في الكويت موجودة وعملكم واضح ودؤوب. رسالة اليوم أبو عبد الرحمن أنت بتقدمها، قدمت يمكن من خلال هذا الفيديو مناشدة لأهل الكويت، الآن اللي وده يتبرع وده يساعد وده يقدم وين يروح ايش يسوي وشنو الآلية الآن المتبعة خلال الأيام القادمة؟ أنا ودي أعرج عن الموضوع شوية وبذكر أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. وكنت أروح وياه عند التجار وكان يأخذ منهم فلوس لناس محتاجين، قاعد أقول فشله، كنت صغير اي كنت اقول فشله، يعني عيب ابوي يطلب من الناس وياخذ من الناس، ما كنت افهم ولا كنت اعرف. اجد التجار جزاهم الله خير يثنون على ابوي يتشكرون منه، اقول شلون تشكرون منه وهو اللي قاعد ياخذ منهم فلوس. وجدت يعني اليوم احنا وسطاء. صحيح. وهذه ذمه، وهذه الله سبحانه وتعالى يحاسبنا عليها. صحيح. اليوم لما اخذ انا 15 دينار مالت اليتيم وأخذ منها شيء وأعطي اليتيم جزء منها، ما أعتقد أن الله سبحانه وتعالى راح يحاسبني يوم من الأيام أني أكلت مال يتيم طبعًا. أو مال أرملة أو مال محتاج أو مسكين. شيء مو بسيط. صحيح. والله شيء مو بسيط. اليوم إحنا من خلال العمل الخيري أنا يعني أحاول أن الناس جزاها الله خير تدفع ولا يعني تتردد. صحيح. صدقة الله سبحانه وتعالى ينميها. عائشة رضي الله عنها لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الثلاث أرباع من الشاة وبقي الربع اللي بقى عندنا. صحيح. قال لا يا عائشة، بقي الثلاث أرباع وذهب الربع. صحيح. هذا اللي بقي،
واليوم احنا لما ندفع ونعطي وهذا ما ضاع ولا راح يضيع. الله سبحانه وتعالى يبعد عنا الشرور. أكيد. الله ينمي أموالنا، الله سبحانه وتعالى يوفقنا بهذه الصدقة ويسهل أمورنا. كل دينار تبذله يعني في مثل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. صحيح. وخاصة خاصة لمن لا يستطيع أن يشتري حليب لأطفاله. صحيح. ما يقدر يغذي أطفاله. والله وجدت المآسي من تقريبا 12 أو 14 سنة في العمل الخيري، أنا أتكلم عن الأرامل، وجدت المآسي اليوم في الحدود السورية التركية. اليوم الناس محتاجة. صحيح. تاكل. يعني احنا يمكن من أوائل الناس اللي نوزع لحم على السوريين، ما حد يوزع لحم، يوزع عيش زيت من مواد الإعاشة، من عيد الأضحية اللي فات، هذا إذا جاهم شيء أكلوا. صحيح. اليوم توزع عليهم كيلو أو كيلو ونص أو كيلوين لحم لكل أسرة، اليوم شيء مو بسيط بالنسبة لهم. اليوم يغيرون. صحيح. يعني الأكل اللي كانوا يأكلونه. صحيح. صحيح. محتاجين الناس، وأنا دائما أقول والله إحنا محتاجين الناس، مو هم اللي محتاجيننا. اليوم إحنا لما ندفع الصدقة الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. أكيد. أنا ليش أتحسف لما أطلع أنا مبلغ من المال؟ لكن أنا أقول أيضا وبالمقابل أقول جزاهم الله خير، ما قصروا أهل الكويت، أهل فزعة، وقلتها وأقولها، أهل فزعة وأهل كرم ما قصروا. والله الجمعية ما شاء الله، يعني الناس يعني زحمة في الجمعية من. صحيح. التبرعات سواء مباشرة أو عن طريق الروابط أو عن طريق التحويلات، الحمد لله يعني الناس في خير. تلقى مسكين ما عنده إلا 10 دنانير تصدق فيها. صدقت والله. صحيح. فهذا هذا هذا طبع الكويتي، والمواطن أيضا جزاه الله خير داخل الكويت. وأيضا ما ننسى دول مجلس التعاون فيهم خير، والناس تدفع وما تركت هذه المحنة. صحيح. ولا المحن اللي فاتت. الصدقة يمكن عبد الرحمن تطرح البركة في الشخص نفسه وعائلته وفي ديرته. أسأل الله يحفظكم. كل الشكر لكم على وجودكم معنا اليوم، احنا داعمين لكم للأمانة قلبا وقالبا. عسى الله يواليكم الصحة والعافية، دوركم كبير للأمانة، نقل هذه الأموال للمحتاجين أمر ما هو بسهل. التخطيط اللي قاعد يصير تخطيط كبير، يمكن كثير قاعد نشوف الآن منكوبين في دول العالم، وأنتم ما قصرتوا في كل محطة وفي كل موقف، نجد لكم بصمة ونجد لكم فعل إيجابي. اليوم شنو خطتكم دكتور محمد للأيام القادمة؟ في أتوقع في عندكم فريق راح يسافر، راح تجهزون إلى سفرة جديدة لتركيا. حاليا دكتور احنا شكلنا غرفة عمليات سريعة، وإن شاء الله راح يكون في استجابة عاجلة. جميل. أولا راح نقدر الوضع الآن، الوضع بالتنسيق مع الجهات التركية. عارفين ان الآن الجانب السوري أو الداخل السوري احنا يعني ممنوعين نشتغل داخله، فبالتالي احنا التركيز راح يكون على الجانب التركي وهو الجنوب التركي. الآن احنا في خطة الاستجابة العاجلة راح نبحث عن الإيواء. جميل. وبعدين الجانب الطبي المهم وهو معالجه الجرحى والمصابين. ممتاز. هذا جانب مهم. اي نعم. والاغاثه اللي هي عبر الطرق الغذائيه. والجانب النفسي مهم دكتور، انت تعرف هذه القيمه، احنا ما تعودنا على الزلازل، ولما اصبنا فيها لازلنا حتى الان نعاني منها. سبحان الله. الخرعه وش قاعد يصير، واللي يخاف على صاحبه ويخاف على والناس، هذا جانب مهم. الهلع، هذا الهلع مشكله. احنا شفنا بعض الفيديوهات دكتور، الاطفال مو مصدق انه ايش قاعد يصير، اللي طلعوه من تحت الانقاض يعني جاحظ عيونه وحالته حاله ومو مصدوم، واللي قاعد يدور على ابوه واللي يدور على امه. صحيح. هذا الجانب النفسي ايضا احنا حطينا في الجانب، ان شاء الله بالتنسيق مع يعني اخوي ابو عبد الرحمن ان شاء الله راح يكون في رحله قادمه وفيها ان شاء الله تقديم مساعدات. احنا الان ابو عبد الرحمن يعني وجه لنا ان احنا نبدا بالتقديم المساعدات بالتعاون مع الجهات اللي موجوده. جميل. واحنا راح نشرف على الباقي ان شاء الله اذا كنا موجودين في الميدان. جميل. كل الشكر لكم على وجودكم معنا اليوم. شيخ محمد شايع رئيس مجلس إدارة جمعية الصفاء الإنسانية، كل الشكر على جهودك وجودك اليوم معنا. أيضا دكتور محمد مرضي الرشيدي مدير عام جمعية الصفاء الإنسانية، وعبد الرحمن العازمي ناشط في شبكات التواصل الاجتماعي، كل الشكر على وجودكم. صلوا عليكم الصحة والعافية. القادم بإذن الله سيكون أفضل، كلنا معكم. جهودنا من الجانب الإعلامي أيضا،
خيرات الناس وخلينا نقول تفاعل الناس اكيد راح يكون مستمر دائما معاكم. اذا في كلمه اخيره ابو عبد الرحمن نختم فيها اللقاء. انا احب ابين حق المشاهد الكريم ان كان بيننا وبين الموت ثواني. سبحان الله والله ثواني صدقت والله. كان بيننا وبين الموت. فوق هذا قررنا ان ما نطلع ونقعد لو يصيبنا ايش ما يصيبنا. صحيح. يتقطع القلب ونحزن ان احنا راح نمشي ونترك هؤلاء الناس. صحيح. والله يعني انا واحد من الناس بكيت لين قلت بس بسبب اني راح اروح واخليهم. صحيح. لكن الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو الكريم وهو اللي عودتكم الان لتعدون العده باذن الله وترتبون بعض الامور اللي قد تكون من الافضل ان شاء الله لمساعدتهم واغاثتهم. واحب اشكر في هذه المناسبة معالي وزير الخارجية على اتصال المباشر معي بتوجيهات من المقام السامي ومتابعته متابعة مباشرة، وأيضا مع سعادة السفير سفير الكويت في أنقرة جزاه الله خير كان متابع ويانا لحظة بلحظة. فأحب أشكره شكر جزيل أشكرهم. هذا يعني هذولي جزاهم الله خير هم دائما متصدرين الموقف دائما يخافون على المواطن. صحيح. خارج الكويت. كل الشكر لكم على وجودكم معنا. إذا ختام الحلقة نقول عسى الله يرحم ويغفر شهداء هذا الزلزال والمصاب الجلل في تركيا وسوريا، عسى الله ينجي الجرحى والمفقودين بإذن الله. وإحنا نشكر في الكويت رب العالمين صراحة دائما على هذه النعمة وهذه رسالة لكل من يجلس الآن في بيته مطمئن آمن أن يشكر رب العالمين. ترى هذه نعمة وقد تزول بثواني مثل ما كانت في تركيا. يمكن هذه المنطقة لم تحدث فيها زلازل أو نكبات أو حروب سابقة، لكن بثواني يمكن تهدمت بيوت وسقطت الناس جرحى وقتلى وشهداء في لحظات. كل شكر لكم على هذه المتابعة. نتمنى أن تزول هذه الغمة بأسرع وقت، وإن شاء الله بإذن الله احنا متواصلين دائما أهل الخير في الكويت مع هذه اللجان الخيرية بتقديم المؤونة وبتقديم العون والمساعدة والمساندة والدعم لكل من يحتاجها في كل دول العالم. في النهاية هي مبادرة إنسانية بحتة ومشاركة إنسانية بحتة على هذه الأرض. كل الشكر لكم، كل الشكر على وجودكم ضيوفنا الكرام. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لكم من التحية، مع السلامة.